الحق الوطني بالشفاء، وفي إطار متابعة حال الطرقات في سوء الأحوال الجوية. هذا اليوم أثناء قيامنا بدورية عينا انقطاع الطريق الوطني رقم 1 على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 8 بسبب ارتفاع منسوب المياه الخاص بواد شفا. الإقليمية للدك الوطني جندت جميع الأفراد من أجل توفير الأمن وتوجيه المواطنين لتفادي أي خسائر في صفوف المواطنين، مع الاتصال بالسلطات المدنية الخاصة من أجل التدخل للقضاء على وفتح الطريق. أرباك تشوكيبا مزية، خاوتنا هنا وما يعاونوا فينا ورانا حليناها. وين كنت رايح؟ كنت رايح للغوار. راني مدي معايا خالة. معاك غادي الطريق مبلعة والحجر يطيح من الفوق. رايح لبني سليمان. داي السلعة؟ داي السلعة، ايه صار جزرع. عندي واحد 7 سوايع ولا 6 سوايع هنايا. من 8 تاع الصباح حنا مغلوقين.